نعم. عندي ويتات ودي يوم خليت البداء وقالوا لي انت يوم انت بدوي وانت لك صوت، راح احضري هنا وراح هنا، ويوم جيت احضري ما لك صوت. قلت البداء وهي اللي خلتني قبيلتي والجهلي، ولاني ما خرب بيت اللي يبناها الحين بالبر، لو هو بيت واحد كله تحضر، كلهم تحضروا وخلوني. والله اني جاي شايليني عزيز بن مطلق ومحمد وعبد الله اخوي جايبين بيتي من الحزيمه اللي بين الوفره وبين الخافقي، شايلينه وانا رايح للحسا جلب اللي غنم، شالوا بيتي وجابوه وانا حالي انا. يوم جيت لمغر الدار وعليها اثنين مدي ثلاثه قاعدين يحتروني بعشايه، قالوا السيارات راحت بالبيت. اقول له والله لا، راح دور البداوه ودور الرساب اللي عليها الشنوفي ومجالسين فيها لها طراوه عن هالشوايب والهزيل محلوب، وراح الزمان اللي العيشه حلاوه الشباب وما يشبه له، وراح الزمان اللي العيشه حلاوه واللي على الغارب رجع للردوف. قالوا تسير؟ قلت ما من فضاوه. وقالوا على من؟ قلت عية ظروف اللي مضب النفس عنف وقساوة، واليوم خليك العوج انت طوفي واضحك مع ليليك ان العداوة، ونصفك وصفكت له بالكوفي، اخاف من دقت خطاة العاوة رادي نصيب، وناجر الحلوفي يزعل علي اللي يسوق لتاوة، وذله ومعطرت ان مشوى السيوف، عين الغضب تفتح عليك السماوة، وعين الرضا لو بك خطا ما تشوفي، والمرتفع قالوا مثل ذاك ساوى، وشربت غثريب الغريف العيوفي، هداج مات وجات غيره اجباوه، والروس قامت تدرج بالكتوفي، يزعل ويرضى ما حصل له رضاوه مثله يصير بحيث تام انت خوفي. خوفي صح انسان.